الشق الفصالة والخياطة. السلام عليكم، رمضان مبارك كريم. الله يجبر قلوبنا ويفرج همومنا يا ربي ويغفر ذنوبنا، اللهم امين. اليوم قررت باش نبدا نعطي دروس في سبيل الله الفصالة والخياطة، تلبية للرغبة ديال الاخوات والاخوان اللي يطلبوا مني وشجعوني باش نعلمهم الطريقة الناجحة ديال الفصالة. والاكثرية الاخوات اللي جالسين في الدار وعندهم وليدات وما يقدروش يخرجوا ويتعلموا، ولا المحتجبات اللي ما كيلقاوش في السوق الدق ديالهم ولا القياس ديالهم، وكيتمناو يفصلوا ويخيطوا الموديلات لراسهم. ان شاء الله وباذن الله غادي نبداو على بركه الله. شهر مبارك ان شاء الله عليكم، الله يدخلوا عليكم بالصحه والرزق والتوفيق والسلامه ان شاء الله. وكما وعدتكم غادي نفصلوا جلابه مغربيه، ولكن قبل ما نفصلوا الجلابه لابد لينا باش ناخذوا القياسات الاساسيه اللي عليها غادي نفصلوا الباترون ان شاء الله. وعلى بركه الله غادي نبداو بالعنق ان شاء الله. كنقبطوا الميتر غيبون ديالنا وكنديروا هكا، كنحطوا هكا بلا ما نصيروا على الميتر غيبون وكنديروا هكا. كندوزو ناخدو ارتفاع الصدر، كناخدوه من اعلى نقطة عندنا في الكتف ديالنا ما بين العنق والكتف اللي هي هادي، واعلى نقطة عندنا ديال الصدر اللي هي هادي. هي هادي كندوزو ناخدو دورة الصدر، كناخدوها من أعلى نقطة عندنا في الصدر. غادي نهبطو للحزام، غادي نعبروا دوره الحزام، ما كنزيروش دائما. الا لاحظتوا كنخلي واحد الصبع ما بين الشلابه والمتر ويبون ديالنا. غادي ناخذوا دابا دوره الحوض ديالنا، كنهبطو هكايا، كنمشيو لأعلى نقطة عندنا في الحوض وكنعبروه دائما بلا ما كنزيرو. غادي ندوزو دابا للطول ديال الجلابة، كنعبروها من أعلى نقطة في الكتف وكندوزو على اعلى نقطه في الصدر وكنعبروا. ناخذ دابا العبار ديال الطول ديال الكم ديالنا، كنمشيو كيف ما بدينا في الاول العظيمه ديال الكتف اللي فرقه ما بين اليد والكتف وكنعبروا. كنفضل نعبر على يد متنيه، ما تكونش اليد مطلوقه. كنعبروا حتى لهاد البلاصه هادي هنا، ماشي في هاد الفرقه هادي هنا. غادي نعبروا هنايا العرض ديال هنا ليديها، غادي ندوزو لراسكم. راسلكم كنعبروه من هنايا من هاد البلاصه هادي، كنحطو الميتغيبون ديالنا هكا وكنعبرو القياس اللي بغينا. كاينه اللي كتبغي القياس ديال العبار يكون عريض ديالكم، كاينه اللي كتبغي لكم مزير.
غادي نعبروا دابا العرض ديال الكتاف في الظهر، من الظهر كنمشيو لاعلى نقطه اللي هادي ديال الكتف ديال داك العظيم اللي كاين فرق ما بين اليد والكتف، وحتى العظيم الاخر ديال الكتف الاخر، وكنقبطوا المتر ديالنا متر غيبون ديالنا، وكنعبروا بهذه الطريقه هادي دايزه على العمق ماشي لتحت بهذه الطريقه